بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل وليك الفرج. بعض النساء يعانين من مسألة أن أزواجهن ملتفتين لغيرهن وقلوبهم متعلقة بغيرهن، وربما لديه علاقات مشبوهة مع بعض النساء، فتقع المشاكل الأسرية والخلافات، وربما يصل الأمر إلى الطلاق إلى غير ذلك، أو إنها تموت في اليوم والليلة 1000 مرة لأنها تعلم بأن زوجها يقوم بخيانتها ولو على مستوى الاتصال بامرأة أخرى والتواصل مع امرأة أخرى. ماذا تفعل؟ يقول علماؤنا الأعلام: من قال لا إله إلا الله 1000 مرة حصل على النجاة من كل بلاء يمر به. حصل على النجاة من كل بلاء يمر به، وخصوصا ما تمر به الأسرة من البلايا. وإن كان زوجها مربوطا مقيدا مسجونا، يعني عن طريق فلانة وعن طريق ما تفعل، مع الأسف الشديد ربما من تصرفات أو أقوال أو أفعال قد حرمها الله عز وجل، فالإكثار من قول لا إله إلا الله حتى يصل العدد 1000 مرة وبشكل يومي، الله سبحانه وتعالى يشغل هذه فلانة عن زوجك مهما كانت هذه فلانة. ولكن المهم هو ماذا؟ هو الاستمرار. فجربي ولا تشكي أبدا. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.